أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم في قطر. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة السيد فهد السعيدي. بداية سعد مساك. مساء الأنوار يا حبيبي. كلك سعد. طبعاً في البداية أستاذ فهد، حضرتك صاحب شركة بغداد للمجوهرات وبالتحديد في دولة قطر. أي نعم. اتعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبتة بسيطة عن حالك. نعم. اسمي فهد مازن السعيدي، تاجر من تجار المعادن الثمينة في الدوحة. دخلنا هذا المجال من وراثة أبا عن جد. شخصيا صار لي حوالي 20 سنة في هذا المجال، من عاشق هذه المصلحة والمهنة. أصمم مجوهراتي في نفسي. تحكي لي شوي أكثر عن بداياتك بمجال المجوهرات، أنت كيف دخلت على هذا المجال؟ أي سنة أسست شركة بغداد هون في دولة قطر؟ شخصيا أنا داخل على هذا المجال بواسطة والدي. والدي بعد في المجال من 1970. سابقا كان جدي هو صاحب الشركة الأساسية. افتتحنا أول فرع عندنا هنا بال 2012 وإن شاء الله مستمرين. إن شاء الله بالتوفيق. شو هي أهم الخدمات أو الموديلات اللي أنتوا عم بتقدموها عندكم للزبائن؟ يوجد لنا الموديلات التراثية الشعبية، الإيطالي، الألماس، ولكن الشيء اللي يميزنا عن السوق الباقي اللي هو انه موديلاتنا كلها تصاميم خاصه، تصاميم احنا نشتغلها في نفسنا ورشتنا، وطبعا استيراد بعد من دول زي ايطاليا، الامارات، البحرين. نعم. بس بما انه اصلا انت مصمم للمجوهرات، نعم، تحكي لنا عن تصاميمك وشو هي اهم قطعه انت صممتها؟ صممنا كثير اشياء اللي هي منها الاقلام للثوب وخواتم رجاليه تكون على فضه ومركب عليها الماس. نعم. موديلات شعبيه اللي هي تنزل في الاعياد اكثر شيء، و بعد شبكات على الماس. نعم. كلها تصاميمنا الخاصه. بس شو اللي بيميز تصاميمك؟ الموديلات مختلفه تماما. افكار مجنونه جدا في التصاميم. نعم. نعم. شو اكثر شيء عم بيميزكم عن محلات الذهب الثانيه؟ الموديلات والتعامل. نعم. نعم. الزباين تحب الموديل الجديد. الناس اليوم تدخل لسوق الذهب، المحلات شبيهة عن بعض جدا، فلهذا السبب تكوني أنت متميزة لما تخلي موديلات مختلفة تماما عن السوق، وكذلك المعاملة الطيبة مع الزبون تميزك جدا عن السوق. نعم. ما هي رؤيتك المستقبلية؟ أنت شو حابب تعمل لقدام؟ نطور من هذا المجال. أكيد ما في أحد يوصل نهاية المشوار. نوسع من مجموعة بغداد إن شاء الله في كثير مجالات، مو بس في المجوهرات إن شاء الله. بس أصلاً شو هي المشاكل والمعوقات اللي أنتوا عم بتواجهوها بمجال المجوهرات بشكل عام؟ ارتفاع أسعار الذهب أحياناً يكون مشكلة كبيرة مع الزبون. اللي هو شيء مو في إيد التاجر نفسه. أسواق عالمية اللي هي تدير الأسعار والتسعيرة البورصة نفسها، هذه سبب لنا عوق كبير مع الزبون نفسه. يعني أنت اليوم عندك سعر الذهب اختلف في هذه الأشهر عن السنة الماضية بنسبة 20%، فهذا بعد يسبب إرباك عند الزبون عند وقت الشراء والبيع نفسه. ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ماذا ستقول له؟ أحب أشكر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على جميع الأشياء الجميلة الموجودة في دولة قطر، وعلى إتاحة الفرصة للاستثمار هنا والاستقرار والأمان، وربي يديمها عليهم إن شاء الله. إن شاء الله. بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لوصلت لهاي المرحلة اللي أنت فيها حاليا. نعم. فأنت لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ الوالدي. والدي دعمني وعلمني مصلحة جميلة جدا اللي هي لا تجي بالفلوس ولا تجي في الدراسة. نعم. نعم. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع مجوهرات بغداد؟ تحكي لي كم فرع لكم في دولة قطر ووين هاي الفروع؟ كيف الناس بيقدروا يتواصلوا معكم؟ لنا 3 فروع في قطر، 2 في الدوحة و1 في الشمال. التواصل معانا عن طريق الواتساب، وممكن حضراتكم تخلون رقم الجوال لو حابين. أكيد. وعلى الانستغرام بعد. إن
شكرا لك. شكرا لك كلك. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن نشكر السيد فهد من مجوهرات بغداد على حسن استضافته لنا، وعلى أمل اللقاء بكم مجددا. نورت فاستنا. شكرا لك. شكرا لك كلك.